طيب شباب، اليوم محاضرتنا عن الويرد نت. اخذنا في المحاضره السابقه اللي هو الليكسيكال سيمانتكس، درسنا ظاهرتين في اللغه، ركزنا على ظاهرتين، السينونومي والبلوسومي. عرفنا بالضبط شو يعني السينونومي وشو يعني البلوسومي. شو يعني البلوسومي يا بيان؟ لها اكثر من معنى. والسينونومي المعنى انه اكثر من معنى لنفس الوير، معنى واحد بالاكثر في اكثر من وير. لا مش مشكله. هلا واخذنا ظاهره تعدد اللغات وكيف اللغات تختلف عن بعض، ودرسنا ظاهره ظاهره اللي هي علاقه الكونسبت مع المعنى، مثلث المعنى. كنا الكونسبت او بلشنا من الكلمه الكونسبت وبعدين الانستنس، مزبوط. درسنا المصدر، درسنا هاي العالم. هلا اليوم ورأوا اذا بتتذكروا قلت لكم انا انه ما في، يعني هاي الاشياء اللي درسناها هي درسناها من باب الانجينيرنج، مش من باب اللينغويستيك ثيوريز الموجوده. طبعا احنا قد نتفق مع كثير من اللينغويستيك ثيوريز الموجوده في الليترشر في الادبيات، ولكن احنا كنا نركز على ان احنا اي تي وبدنا نعمل ابلكيشنز. هلا اليوم بدنا نورجيكم حالي، مشان هيك تطرقنا للابلكيشن اونتولوجي وعشان هيك بدايه المحاضره الماضيه عملنا تفريق بين الابلكيشن اونتولوجي واللينغويستيك اونتولوجي. اليوم بدنا ناخذ عن اللي هو بجوز البعض منكم سمع في شيء اسمه وورد نت او درس عنه. في شيء اسمه وورد نت هو عباره عن اونتولوجي للانجليزي. اونتولوجي هي مش اونتولوجي، بس احنا حنشوف وين هي باشياء اونتولوجي وين هي باشياء مش اونتولوجي، ولكن بناء على الثيوريز اللي تعلمناها في الليكسيكال سيمانتكس نشوف شو ممكن بناء شيء في اللغه. طبعا الريدنج اللي في هالسلايد اللي هو كل شيء في السلايدز وكل شيء بقوله، بالاضافه الى بيبر مكتوبه من الناس اللي عملوا الويرد نت، انتروداكشن تو ويرد نت. وهي الانتروداكشن حتى نشوف كمان مشاكل الويرد نت. فضروري جدا 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 ان كمان نتطلع على بيبر ثاني كتبها نيكولا غوارينو والدو جانجيني بتذكر، عن كليننج اب ويرد نت توب ليفل، انه يعني وين مشاكل الويرد نت كانت، وحاولوا يعملوا لها شويه كليننج للاشياء اللي التوب ليفل تبعتها. طيب فحندرس اليوم الانجلش ويرد نت باسهاب، بعدين حنعرج على اللي هو مشروع اوروبي اسمه يور ويرد نت، وبعدين فكره اسمها جلوبال ويرد نت. هلا ويرد نت عباره عن ديكشنري انجاز التعبير، قاموس، بس قاموس من نوع مختلف، مش زي بنطبعش على الورقه، بنطبع على الورق صعب ينطبع على الورق. اللي عمله اول شيء انعمل في 85 في جامعه برينستون مركزه كان، اللي عمله هو كان بشكل اساسي الناس اللي بيشتغلوا في الكوجنيتيف ساينسز. ايش يعني كوجنيتيف ساينسز؟ كوجنيشن شيء ذهني، وشيء بالسايكولوجي، بس اللي عملوه سايكولوجيست ولينجويس. ومرات بنسميه منتال ليكسيكون، منتال ليكسيكون او منتال ديكشنري، او مرات بنسميه سيمانتيك نتورك، او مرات بنسميه ماكنز بالانجليزي. شو معناها ثيزوروس؟ شو معناها ثيزوروس بالانجليزي يا بيان؟ ماكنز. ماكنز؟ ماكنز. 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 شو الفرق بين قاموس وماكنز؟ القاموس مش عام، شيء عام. على فكرة اللي كنتوا تستعملوه وانتوا في المدرسة هذا ماكنز مش قاموس. القاموس اللي سوري الماكنز اللي بتحط الكلمة وبكلمة وكلمات بحدها. يعني شو بوب؟ لها علاقة.
هلا شيء العلاقه ما حدش بيعرفها، مش مهم، بس انها معنى زي مرادف، زي قريب جدا عليه، بدون تعريف لهالعلاقه. القاموس اللي هو في تفسير وتحليل وتجريد الكلمه من لجذرها ولمصدرها و و و و و. هذا القاموس الوورد نت في معظم الكلمات الانجليزي اللي الشائعه وهو مصنف حسب المعاني الاشياء مش حسب الكلمات. والاهم من هذا انه مش بس معمول للهيومن، هو بالاساس كمان معمول لايش؟ للماشينز. طيب وبالمناسبه هو داونلود ابل فري حتى فور كوميرشال بيبسز. هاتوا نشوف كيف بتعامل هذا الويردنت وشو علاقته كمان بهاي المادة. بالمناسبة نتذكر شو علاقته بأدفانسد مادة أدفانسد اي اي او اي اي هذا الموضوع. هلا شو شايفين هون؟ فرنيتشر بيس اوف فرنيتشر ارتكل اوف فرنيتشر. شو كمان هون؟ في رقم هون مكتوب furnishings that make a room blah 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 blah. هون بيرو البيرو او دريسر. شو يعني دريسر؟ خزانة بالعامية من كلها تويلت هون اللي هي غرفة النوم. دريسر اللي بيروح الواحد لما الواحد بيروح بيلبس بيوقف عليها وحط المكياج تبعه عليها. هاي نسميها دريسر. بيرو تشيست اوف دراورز مزبوط. هذول هلا لما اقول لك اياها صورت لك اياها وانا بس بشرح صح. هل هاي دريسر؟ لا. هل هاي دريسر؟ هل هاي دريسر؟ لا. هل تصورت شو صح؟ هلا بالانجليزي شو الكلمات اللي مستعملها اياها؟ هاي الكلمه وهاي الكلمه وهاي الكلمه. هذول بهذا السياق المفهوم تقدر لا يعني لهذا المفهوم تقدر تستبدل هذول الثلاث كلمات. هلا في هون كمان رقم، في هون furniture with drawers for keeping clothes. اذا شو هذا يا عصام؟ هذا مش المعنى ها؟ هذا شرح المعنى اللي بالانجليزي شو بنسميها منى؟ هذا مثل لا ها شو بنسميه هذا يا ريماوي ها؟ هاي بس هذا صد اللي مكتوب بالجري مش كله. هاي التكست هذا المعنى. شو اسم هذا المعنى؟ معنى شيء مش تانجبل ما بتلمسه. لا قادر تلمسه. هذا هو furniture with drawers for keeping clothes. المعنى في راسك. والكونسبت لا الكونسبت هذا شرح المعنى. شرح المعنى. ثلاثة الانجليزي يا وليد. جلوس. جلوس. معنى. هذا جلوس. إذا في عندي كلمات وطبعا مشتركات ب اللي هي دلالة. طبعا ايش الكلمة لها دلالة؟ اتفقنا انه الكلمة لها دلالة؟ هلا هالدلالة هاي بندل عليها بايش؟ بكلمة صح؟ مش الكلمة بتدل على كونسبت؟ هاي الكلمة شو تعريفنا للسيرونيمز كان؟ انه كلمتين يدل على نفس المفهوم لمشروح هون. يعني مشروح هون ايش؟ يعني جلوس بس الكونسبت نفسه مش ملموس مهم. بس كمان اعطينا ايش؟ اعطينا ايش؟ عصام اعطينا رقم. اذا مجموع الارقام هاي يا عصام مجموع الارقام كلها هو عباره عن مجموعه المفاهيم التي تدل عليها الكلمات الانجليزيه. واضح؟ هسه كل كلمه بدنا نعطيها رقم ولا كل مجموعه كلمات بدنا نعطيها؟ كل مجموعه كلمات. بس انين كلمات المربوطات مع بعض يعني ب
مربوطات بايش؟ بمفهوم. بمفهوم. اذا الرقم لايش؟ رقم للمفهوم. رقم ل المفهوم مزبوط. رقم كونسبت، هذا كونسبت نمبر. او هاي كمان عباره عن مجموع سلي من الكلمات المترادفه. مترادفه يعني ايش مترادفه؟ يعني يمكن استبدالها. يعني لما اقول اي بوت ميرو ولا دريسر ولا سيستم دروورز، ها نروح مثال ثاني. هاي ايش؟ ورك تيبل. الها معنى صح؟ التيبل ديزاين بلا 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 بلا. هلا ما الها سينونيمز في اللغه الانجليزيه. هل هذا بمعنى اخر كل بوكس من هذول عباره عن كونسبت؟ كل كونسبت. والرقم هذا رقم ايش؟ رقم الكونسبت. وش ها؟ شرح الكونسبت. او كل بوكس من هذول هو معنى، هو كونسبت ومعنى نفس الشيء. هو معنى. هون رقم المعنى. هون شرح المعنى جلوس. هون نسميه set of synonyms. لا تابل وتابيولر اري نفس الاشي. اورجانيزيشن وكلاسيفيكيشن نفس الاشي. كونتنتس اند تابل اوف كونتنتس نفس الاشي. واضحه؟ هلا وير نت جيفز انفورميشن اباوت تو فاندمنتال يونيفرسال بروبرتيز اوف هيومن لانجويج. اول اشي واضح انه هون هذول يعني بركز على الوورد نت، بركز على السينونيمز سوري البوليسيبي والسينونيم. هلا بنشوف كيف. English words are grouped roughly into set of synonyms. English words are grouped roughly into set of synonyms. مزبوط؟ هلا هالست اوف سينونيمز هذول شو بنسميها؟ سين ست. يعني سينونيم ست. اختصار ل ست اوف سينونيمز يعني. And given a unique ID. شو بنسميه؟ سنسيت اي دي. يعني بمعنى اخر ولا اكمل هاي. Each sensit expresses a distinguished a distinct meaning. يعني بمعنى اخر جابوا كلمات اللغه الانجليزيه عملوا لها جروبينج، كل المترادفات حطوهم مع بعض، كل مترادف اعطوه رقم. انه هو ليش ترادفوا؟ لانه معنى ذو اشتركات في معنى معين صح؟ واضح؟ مجموعة الأرقام بغض النظر عن الكلمات اللي فيها هي مجموعة المعاني. طيب تفضل. هل دكتور الورد هنا هي عبارة عن الروتس تبعت الورد ولا الفيربس ولا الناونز ولا بس الوردز لحالها؟ انت قلت الوردز هون هي عبارة عن روت الروت ولا الفيرب ولا الناون ولا الناون. هلا لا مش هيك احنا بنقارن. هل هي الروتس ولا اي اشتقاق منها؟ هي اي اشتقاق منها، ما تحطش الروت. لانه يعطيني مثال. بدك تبدل كلمة. يعطيني مثال باللغة الانجليزية، يلا، عشان اورجيك انه ديفرنت مينينغز. لا ها بوكينج. شو الروت تبع بوكينج؟ بوك. هلا بوكينج وبوك نفس المعنى؟ لا، يعني اثنين موجودات في الورد. اثنين موجودات. اقول لك بكل اختلاف بتطلعوش. طيب هلا لو بدي اعطيكم اكسرسايز تيبل واري وماتريكس وبيرو. شو معاني تيبل؟ تيبل حكينا عنه ست اوف روز. على فكره تيبل الها بالانجليزي 9 معاني. إلها معنى انها من الوردت ولا من المعاجم في الوردت لها 9 معاني. يعني اتوقع شكله من ال يعني 9 معاني الشائعه. يعني التكرار في البلوكس وارد معناته. جيد. ويل ممكن ارجع هون شو في عصام؟ تيبل. جا
جايين جايين هذا بعدين. هلا اذا جيت هون بصير عندك بلوك فيه تابل وبلوك ثاني فيه تابل. هلا هاي تابل، هاي اري، هاي ماتريكس، هاي بير. لو جيت الطولها انا عندي كمان اكثر شوي. هاي هاي مثال اسام تابل وهاي تابل. هاي تابل a piece of furniture having a smooth blah blah blah. بقدرش احط المعنى كله انا عشان السلايد بيساعد. وتابلر اي ويتش از سيت اوف داتا ارينج ان روز اند كولز. لاحظ التابل بمعنى الطاوله، فيش له الا معنى واحد. يعني سوري ما فيش الا كلمه واحده بالانجليزي بتدل على هاي هذا المعنى. نقرا كمان ها ستريم. شو عن ستريم؟ جدول ستريم بتيجي احيانا جدول كمان او بقلق. ستريم ناتشرال بادي اوف رانينج ووتر. ايش ناتشرال بادي اوف رانينج ووتر؟ جدول الماء بغض النظر. المهم انا بالانجليزي هيك معنى ريفر لارج ناتشرال ستريم. يعني الريفر شكله اكبر من الستريم. طيب النايل النهر النيل. The world's largest أو longest river اللي بنبع من هناك وصب هناك وإلى آخره. Arrangement شو يعني arrangement؟ طيب an orderly grouping of things or blah blah blah. Array an orderly arrangement. Matrix و بيريودك تيبل جدول الدوري. كاليندر لها كلمة واحدة. ديسك بوث شو يعني بوث؟ A table in a restaurant or a bar surrounded by two بلا بلا بلا. البوث اللي هو تعرفش بالانجليزي الكاونتر هي برضه كلمة انجليزي. البوث يعني انه في حدا عامل تحت طاوله واقف وراها وبعت بروموشن كثير بصير رايح على البوث. رايح على البوث طيب زي طاوله عرض انجاز. هلا هلا طلع وين البلوسمي هون يا عصام؟ البلوسمي؟ البلوسمي هاي الراس اللي هي الكونسبت نفسه. وين؟ الكونسيبت نفس البروسيس. لا لا في عندك تيبل في عندك وين في شيء مكرر تيبل وكمان تيبل. اذا البروسيمي هي ورود نفس الكلمه في اكثر من سيت. مش بلوك هو سنت سيت. خلص بنظبط نسميها بلوك نسميها سنت سيت. ورودها في اكثر من سنت سيت. هاي اول شيء. ايتش وير For each word, for meaning bear is unique. A word that appears in instances is in full blossomous. يعني حسب كدش وردات مثلا يعني هاي تنتين وهذا تنتين. هاي التابل. لاحظين؟ هيك البلوسومي في الوردة. طيب السينونيمي وين السينونيمي هون يا عماد؟ كيف السينونيمي مثل في الوردة؟ من نفس الكلمة نفس الكلمة لها أكثر من معنى. هاي بروسوم سنسيت نفسه سنسيت الوقت سنسيت نفسه تابل تابل عليه لا كيف أنا مش عارف الفرق بصراحة بين البروسوم نفس السينونيمي. شو يعني في تو ويردز سينونيمز؟ شو يعني معناته في عندنا تو ويردز مترادفات اللي هي نفس المعنى بس هن مختلفات اللي هي نفس المعنى بس كلمتين مختلفات اللي هي نفس المعنى طبعا بسياق معين. السينونيم العكس هاي السينونيم. البلوسمي عكسها مش عكسها فيش عكسها يعني لها مثلا انه لو كلمه لها اكثر من معنى. هلا البلوسمي وين هون؟ كلمه لها اكثر من معنى زي انه وين البلوسمي هون؟ ورود كلمه في اكثر من سنسز. السينونيم ورود اكثر من كلمه داخل السنسز مزبوط؟ طيب شو يعني الجلوس؟ شو هاي؟ هل هذا الجلوس هو الجلوس اللي درسناه في النولج انجينيرينج؟ مش بالضبط لا. الجلوس a short gloss is provided for each sense. Glosses are examples of context.
يعني كيف تعين اللغة؟ بدي أشرى عصام بما أنه الشاعر الكبير. طب أنا بسألك سؤال. آه تفضل. بتحكي عن عصام الشاعر الكبير. رح سألتني كتير بعرف شو. آه. الشاعر. بدك تسأل عن عصام؟ بعد اسأله. بتحكي له الشاعر الكبير. ليش؟ لأنه كتب قصائد مهولة أيام أنا ما كنت أعرفه. قال هلا بعرفش نضب نضب القلم ولا ما نضبش يا عصام. موجود؟ اه بس بتستعمل بكتب يعني عملنا هيك قصيدة بالجلوس والأنطولوجي بس خلينا نفرح شوي. طيب بقولوا في اللغة لما بتقولي بضلوا كانوا يستعملوا كلمة سياق اللغويين. استعملوش كلمة كونسيبت. مرات مش دائما. مرات شو معنى السياق؟ ما فاته؟ زي اكزامبل أول حالة وردت حالة. نفس السياق يعني وردت اثنتين وردوا بنفس السياق نفس الحالة نفس المفهوم يعني نفس السياق. لا أنت قلتوا شغلتين مختلفات. قد تعني نفس الكونسيبت نفس المعنى قصدهم فيه، وقد تعني الجمل اللي قبلها والجملة اللي بعدها وين تنكالت. نقول هاي هذا الموقف صار بالسياق الفلاني وهي انا قلت هيك مزبوط بس في السياق زي في حالي بس قد يعني معنى ثاني. على كل حال هون بقول لك glosses are example of contexts for many where senses bears telling us how words with specific senses اللي هم نفس المعنى are being used in the context. بالنسبه للبس اللي عملت كانت يعني في ستاندرد لكتابه البس هون. لا طب ليش مش الورد نت بعرفوش. هذا عالم اللغوي اللي عمل هذا الشيء مش عالمنا. يعني في يعني سؤال تبع فاتح انه في ميثودولوجي ستريكت فيري كنترول لكتابه الجلوس. يعني لما تجيب امتحان تجيب تكتب جلوس غالبيه الطلاب بيعرفوا يكتبوه الغالبيه العظمى. طيب هل هذا هي الطريقه متبعه بالورد نت؟ لا. ليش؟ واو. اول شيء الجلوس هاي الرولز انا اللي عملتها وبالتالي لما بدرسكم اياها طبعا معروفه بالعالم بس مش لدرجه انه حتى واصله للغويين اللي عملوا الويب نت يعني. طيب هلا كم عدد ما حد سالني كيف تتوقعوا يعني الموست كومن ويرز في الانجليزي او في الويب نت الويردز او خلينا نسميهم ويرد فورم لانه هاي مش وير. هاي ايش سميناها؟ ويرد فورم. هاي لانها تتكون من ثلاث اكثر من ويرد فورم. كم ويرد فورم بالانجليزي؟ قديش انا يا الرقم هذا يا دياب؟ يلا مستمع. فاتح قديش؟ 155,000 كلمة. بس هذول الاكثر شيوعا يعني الورد اذا استعملوه بتفكروا حالكم انه في كل شيء. وليش تفكروا حالكم هيك؟ الاكثر شيوعا كلمات يعني الاكثر شيوعا. فاكثر 155,000 كلمه مستعملات في اللغه الانجليزيه. انا بتوقع كم معنى كم بلوك زي هذا في الويب نت؟ ها؟ اكثر من قد ايه؟ اكثر من الرقم اللي لا اقل لانها بتجمع لا اقل لانها بتجمع هذول في مجموعه بدي اسمع حوار بين سمر وبيان عن الموضوع. ها؟ انا بحكي بكون اقل من الرقم اللي قلت لانه بكون في اكثر من كلمه ما لهم نفس البلوك نفس البلوك في شيء اسمه بلوك سنسيت او نفس المعنى. اه بدي يكون اقل من الرقم اقل من نصه كمان. اوف هيك بتوقع بتلاقي كلمتين ثلاث هو نفس المعنى. فبالتالي عند المعنى عدد واحد بس يبقى فيه كلمتين ثلاثة. بس ما هو برضه كل كلمة إلها بيوصل 20 معنى. أكثر ولا أقل؟ أقل. هذه فاتح أقل. كيف؟ شو اللي أقل؟ عدد الكونسبتس اقل من عدد الويردز. في تجميع في عندك على فكره بالمناسبه بتقدرش تعمم بس بالصدفه انه مزبوط 117,000 117,000 ايش اسمها؟ سنسيت. طيب هلا واذا
عندكم تفصيل إحصائية يعني أداء أكثر، كديش الناونز الموجودة، كديش الفيربس الموجودة، يعني الفيربس في عندنا 11,000 فيرب لهم كديه 13,000 معنى، يعني هنا المعاني أكثر. عندنا adjectives adverbs وهالمجال. دكتور في إحصائية إنه كم كلمة مكررة في كم عدد السلسلة المكررة فيها زي count؟ قصدك شو 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 يعني شو بالضبط؟ يعني أنا بعيد صياغة سؤاله. يعني تيبل مثلا مع تيبل بروسيميز كم بروسيميز عندنا؟ كم بروسيميز؟ هيك السؤال سؤال؟ ديان اسألي سؤال. كم سنة؟ كم سنة ميلا؟ مش هيك قصدي. سمر؟ ما فهمتي سؤال. منى؟ هو بقصده أنا ما فهمته من الخشبة، يعني عدد الكلمة تكون في أكثر من سنسات، يعني إحصائية للبوليسيما تقريبا. شو يعني؟ قصده يعني إحصائية للبوليسيما؟ يعني هيك. ها؟ البوليسيما سويت. البوليسيما سويت. شو سؤالك؟ كم ايش؟ كم عدد البوليسيز يعني كم تكرار يعني مثلا كم كلمة بتتكرر في أكثر من شو بالضبط بدك؟ في بيتكرر في وحدين وفي 20 شو؟ أكثر كم واحدة بتتكرر موجودة في أكثر من سلسلة؟ الكلمة لها أكثر من معنى؟ كم كلمة لها أكثر من معنى؟ الكلمة نفسها موجودة في أكثر من سلسلة، كم كلمة موجودة في أكثر من سلسلة؟ يعني عدد البوليسيز عدد البوليسيز نفس المحدد. طيب لا أنا تفاجئني أنت، فأنا فهمت سؤالك في البداية شيء ثاني، كديش معدل البروسيميز في اللغة الإنجليزية؟ الورد نتمنى يعني ممثل اللغة الإنجليزية كم يعني كديش معدل عدد المعاني للكلمة للغة الإنجليزية؟ ويل هذا سير تحسبه من هون 117 على 155 إذا بدك كديش معدل؟ قصدتش قلت كم كلمة من ال 155 موجودة بأكثر من سنسيت يعني بنسمس ما الله بعرفش على كل حال هو فري يعني تقدر تعمل كوير عشان يعرف العدد أكبر ولا أصغر إذا كان أصلا في كلمات المكررة في أكثر من سنسيت بتكون أكثر على فكرة لو تروح على دومين سبيسيفيك في فيلدز خاصة بكل عدد المعاني بكل عدد البلوسيميز للويردز لما تروحي على الخياطين بيستعملوا كلمة ذات لها معنى واحد تروحي على الدكاترة بيستعملوا كلمة لها معنى واحد بتروحي كل دومين معين داخله عدد الكلمات فيه سبيسيفيك مع يعني له معنى واحد هلا وين ده بتصير المعاني هيك اخذنا بالليكسيكال سيماكس المحاضرة الماضية وين ده بتصير الكلمة لها اكثر من معنى انا الكلمات هذول الشائعات على فكرة الورد بتمثل الشائعات طيب هلا مش هذا المهم بالورد ها عصام مش هذا المهم بالورد مش اللي اخذنا طبعا عصام بسألك سؤال اذا ما عرفتش بيان بتجاوب لو بدنا نسوي للغة العربية شو بنسوي اللغة العربية جيب الكلمة نحط المترادفات مع بعض نصير نقول شيل الكلمات المترادفات نحطهم مع بعض بعدين نقول ليش هذول المترادفات هذول مشتركات بالمعنى الفلاني صح حط وعطي رقم لا هالكوز مزبوط هلا هذا الكلام مليح بفيد هذا صام بالك هيك حاله لا بكمل على ايه يعني ليش شو ليش بفيدش لانه في جزء منطق اللغه العربيه بيعمل مرات تسلسل في الـ في الـ في المفهوم كيف يعني مثلا ناس تضيف على سعديبه يعني مثلا المشي مثلا لما يكون ماشي لما يكون هرولي لما يكون ركب شو المشكله ما هو باللغه الانجليزيه نفس الشيء بس يعني اللغة الإنجليزية على فكرة احنا بنفكر حالنا اللغة العربية بتختلف زيادة عن اللزوم لا مش صحيح الكلام ليش؟ على فكرة دائما لما بسأل الناس ليش ما بقدرش يجاوبوا؟ جواب علمي ليه؟ طب ما هي اللغة الإنجليزية نفس الشيء اللغة العربية بولوسوماس كل لغات الأرض بولوسوماس وسنونومي فيها سنونومي
هرولي غير عن المشي، غير عن الركض، غير عن مزبوط. ما هي نفس الاشي. كيف هون انت شايف بوث وديسك وبيرو وتيبل مزبوط، في اكثر منك. وهن هذول شو يعني؟ هذول مش تيبلز، نوع من انواع التيبلز. ماشي، بس لازم نعطيهم علاقه. حتى السنسيت برضه كل سنسيت ممكن يكون لها علاقه مع سنسيت ثاني. هذاك شيء ثاني، هات ندرس الحاله هاي. اجوا بالورد شو سووا؟ عملوا علاقه بين ايش؟ السنسيت. شو هاي العلاقه؟ شو هاي العلاقه؟ هات ندرس الخط الاخضر مع غير عن الخط الاحمر. قال البوث وطاولة العمل يعني الورك تيبل هم نوع من انواع الديسك، والديسك مش سبسيت از از اي يعني سكايز نوعه، والتيبل من الفيرنتشر. فيرنتشر واطلع من فوق وانزل لتحت. طيب تعال هون لاحظ، هاي التيبل وهاي التيبل. هلا نبدا من وين؟ نبدا من هون. التيبل شو هاي؟ طاوله يعني، اه بمفهوم سوري الجدول. هلا شو انواع الجداول عندنا؟ كالندر. الكالندر كونتنتس. اه الكونتنتس او التيبل اوف كونتنتس اللي بيريد التيبل. هذول انواع، طبعا في اشياء اخرى بس انا مش مورجيها بس انا مش مورجيها. هلا بعدين شو؟ طب شو نوع الاعلى منها؟ اري يعني اري يا بتصير هي تيبل او ماتريكس. بعدين الاري هي نوع من انواع الارينجمنتس، او اذا بدك تطلع كل الارينجمنت تنقسم لنوعين جدلا هون، طبعا في ثلاثه او اربعه نوعين، نوع اللي هو الاري وفي الكلاسيفيكيشن او اللي بنسميه كاتيجورايزيشن برضه المفهوم. وبتنزل يعني هاي شجره فبالاخر كله بلكي فوق فبتبين ايش؟ شجر. هاي اللي بنسميها هوبونومي. هاي العلاقه علاقه بنسميها ايش يا سمار؟ هوبونومي. وشو اسمها كمان؟ از او بنسميها سب او سوبر اوردينيت. لاحظ؟ هلا ما زي مثلا في عندنا دروور. شو يعني دروور؟ شو يعني دروور؟ سما دروور هذا في الشمال جارور. انا والله هاي دروور. ها سمار لا بس بحكي معك عشان تركزي معي. قصدهم الدروور يعني ما بعرف هو في دروور لها اكثر من معنى. المعنى اللي بقصده انا a box like container in a blah blah blah. شو نوعها؟ كونتينر. هلا لاحظي شو العلاقة هاي؟ هاي علاقة بارت او مش نوع. لا مش إذا هاي مش هوبونومي، هاي بنسميها مورونومي. شو الفرق؟ الفرق بينهم هلا بفهم. هلا هاي دروور هاي سوري هاي دروور وهاي دريسر. هلا دريسر شو ماله؟ جزء منه دروور، او دروور جزء من طبعا ممكن يكون دروور جزء من شيء ثاني برضه. ها شيلف شو يعني شيلف؟ رف. الرف سب تبعه ايش هو؟ سبورت. طيب بس الشيلف جزء من الدروور، جزء من يعني ايدي هوبونومي ولا مورونومي يا شريها مني؟ لا مورونومي. لا مورونومي. مورونومي. طيب شو الهوبونومي تبعتي؟ هيومن. ان هيومن انا كبيرسون مش كمصطفى. هلا ايد بارت اوف بادي بس هذا البادي از او هوبونومي. لا مين؟ اذا الهوبونومي هيك بنقول، احفظوا هاي ركزوا معي. الهوبونومي السيت، لو في عندنا سيت من الكلمات اكس واكس برايم و الى اخره از من الكلمات. انا غلطت هلا نشوف
is هوبونم of the sunset. لو في عندي مزبوط كلمات لو عندي هاي الك يعني هاي sunset مزبوط وهاي sunset هاي x و x prime و x prime prime و x و x prime و x prime prime sorry وهون y هاي x x x وهاي y هلا منقول وين بدنا نحط هذا الخط طيب عصام وين بدنا نحطه if native english speakers accept sentences like x is a kind of what يعني تقبلوا اقول this is a kind of table تقبلوا yes تقبلوا nile is a kind of river تقبلوا nile is a kind of table no no اذا لل english speakers اذا بيقبلوا ساعتها بنحط هاي العلاقه ليش قال اذا بيقبل دكتور يعني معناها في معايير انه يا يقبل يا ما يقبلش في معايير ولا فيش انا بحكي على الورد هيك بالضبط انا بدي اعلمك الورد بعدين لما ندرس الاشي بطريقه اعمق ندرسه بطريقه طيب هونومي هوبونومي از ايه مالها يا سام وايش كمان سمار اسيمتريكال شو يعني ترانزيتيف اذا البوث is a kind of disk when this is a kind of table معناته البوث is a kind of table asymmetrical شو عن symmetric متماثل asymmetric غير متماثل يعني إذا هاي إذا disk is a kind of sorry إذا البوث is a kind of disk بزبطش ينقول This is a kind of booth. So, as hoponomy generates hierarchical semantic structure. ملاحظين الهيراركي اللي عملناها؟ وهي semantic شو يعني؟ هاي شجرة دلالية مفاهيمية بنسميها. هاي ايش؟ شجرة دلالية مظبوط؟ شجرة مفاهيمية. واضح شريها؟ هلا. وفيها كمان ايش؟ inheritance كيف inheritance هلا اذا التابل هاد لحظه صار اذا هاد يعني هل هاي الطاوله سوري هاي الطاوله اللي احنا بدق عليها انا هلا بنحطها وين هون صح مش هي بيسو فرنتشر هلا لاحظ اذا لانها شو صفتها بيسو فرنتشر طيب لو الديسك تبعي اللي في المكتب المكتب اللي بقعد عليه معناته كمان اذا بيسو فرنتشر ليه لانه اصلا التابل باخذ يعني بورث صفات بورث صفات ابوه لاحظين طيب وهذا عاده طبعا في فرق بين هاي وهاي اذا بفهمكم اياها كمان مره زي بتجيب 100,000 دينار بتحط عليهم يا فاتح بتقول حط عليهم كل قطع الاثاث حط عليهم ايش كل قطع الاثاث بمرك انا عندك وانت واقف هذا ال 100,000 دينار عاملين صور انت وفاتح واقف على باب باب السور بقول له حط هاي تكبر حطها ليه لانه الصفات اللي في راس فاتح عن شو الفرنتشر شو الاثاث لا تنطبق على هاي ولا تنطبق على فهو في براسه ايش سيت اوف رولز سيت اوف بروبرتيز بناء عليها بقول بدك بدخله ولا ما اكبر ادخله مليح طيب هلا جينا طلعنا على 100,000 من فوق قلنا هذا كل قطع الاثاث بالله تحط لي الكراسي على جنب والطاولات على جنب والكنبايات على جنب وإلى آخره منيح هلا هذول من 100,000 إذا صار في عنا جزئية حطينا عليها طاولة وقفنا على باب عملنا لها صورة وقفنا على باب مية وليد كنا تقبل تدخل هاي وليد على عند الكراسي لا ليه لأنه الصفات اللي في راس وليد عن الكرسي تختلف عن من تكبرش دخل الطاولة بس لاحظوا انه كل
صفات اللي براس فاتح عن فيرنيتشر قارنها بالصفات اللي براس وليد عن الكراسي بتلك ايش هذيك اشمل، يعني معناته اللي براس وليد موجود كمان براس فاتح مزبوط، بس وليد كان ايش مور سبيسيفيك. طيب جينا داخل الاريا تبعت وليد جينا قلنا بدنا نحط الكراسي اللي بتلف اللفافي الموبايل تشيرز والكراسي مثلا اللي مش او كراسي الجلد وكراسي البلاستيك نفصلهم، جينا وقفنا على باب كل واحد منهم كمان حارس بيكمل داخل هاي على المنطقة ولا لا. فلاحظوا انه اذا مثلا عماد واقف عند المنطقة اللي عليها الموبايل تشيرز هو كمان في براسه صفات، هاي الصفات انو الاعم منها اللي عند وليد كمان اللي عند فاتح. شفتوا كيف جمعت معاد انهيريتانس؟ وضح المفهوم الانهيريتانس. تفضل. طب شو علاقة الدكتور الازقة في موضوع البلوس؟ يعني هل فعلا البلوس، يعني هل البلوس تبع نحكي التابل ممكن استعيد عنه على البلوس تبع الديسك؟ فاهم حالي؟ لا البلوس اشي انفورمال مش عارف الازقة مع البلوس هذا قصدك، بجوز انت مخك راح على الصياغه اللي احنا تعلمناها احنا في صياغه الجلوس، بس هلا مش موضوع. لا مش على الصياغه دكتور، انا حكيت ان هذا از بارت اوف او از ا لا لا ما الجلوس عباره عن شرح معنى بتكتبه بالطريقه اللي بدك اياها انفورمال في الوورد نت هيك، بس تعليق على بالتالي يعني لما احكي انه الديسك از ا با از ا از ا تيبل معناته ما بتضمن انه الجلوس تبع التيبل هو ممكن لا لا انه الجلوس ها جزء من الجلوس هذا لا، بس الصفات التي اللي بتفهمها في راسك انت يا انسان لما تقرا هذا الجلوس وتقرا هذا الجلوس قول هاي حاله خاصه من هاي فهمك انت بس مش الجلوس نفسه. وضحت لحد الشباب لحد هون؟ طيب هلا والله في اذا في حدا عنده شهوه المعرفة بكل او شايف لك الخطوط الخضر هذول طلعت لفوق وين رايحات؟ يا عصام رايحات على الاعم منها. طيب وين؟ ما عندكيش شهوة تعرف شو لاخر اشي بيجي فوق؟ كلمة اللغة. لا انتبه كلمة اللغة شو صفاتها؟ هل هاي لغة؟ معناته بدك تحط لي كلمة تزبط اي شيء تتطلع عليه اي شيء في الدنيا تتطلع عليه بزبط كمان فوق كلمة اشي كلمة اشي well. بالضبط احترام كلمة اشي هل هاي اشي هل هاي اشي اي شيء تتطلع عليه هو اشي well. الوردة مش هيك عملوا ما تطلعوش فوق 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 هم عملوا بس 25 أبر 25 نسميهم يونيك بيجنرز. يعني أنا بعتقد تقدر يا بيان تحمليهم كلهم وتحط فوقهم إيش. طب لو سألت يعني أو معنى آخر لو سألتك شو تحت الإشي الليفل الثاني يعني في الوورد نت مسميه الليفل الأول يعني هم 25 تري جاهز تعبير أكت اكشن اكتيفيتي. لا شو الفرق بين هذول؟ نفس المعنى بس هذول سينونيمز. بس قالوا لي فوق المعنى ولا الكلمه؟ الكلمه غلط. المعنى ولا الكلمه؟ الكلمه معنى